بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ربما نعتذر عن التأخير نظرا لوجود خلل تقني. رايح اليوم من خلال هذه المداخلة التي كانت من تنظيم جمعية آفاق للقصور الكلاوي، رايح نتحدث عن موضوع مهم، وهو بمناسبة اليوم العالمي المتعلق بالمتطوعين، وكذلك اليوم العالمي للتطوع أو اليوم الدولي للتطوع. في حقيقة الأمر الأمم المتحدة هي التي أقرت بهذا اليوم، فالأمم المتحدة جعلت من هذا اليوم يوما عالميا، وذلك بناء على القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 1985. ودعت المنظمات الدولية والحكومات إلى ومنظمات المجتمع المدني إلى التطوع حول العالم، وبالاحتفال ب 5 ديسمبر من كل سنة بهذا اليوم التطوع. إذن فالأمم المتحدة كرست أو دعت العديد من الدول في الجزائر من أجل تحقيق أهداف الإنمائية للألفية. فالأمم المتحدة أصدرت عدة قرارات، أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت مجموعة من القرارات التي تخص اليوم العالمي للتطوع أو اليوم الدولي للتطوع. فمثلا على سبيل المثال كان فيه قرار رقم 212/40 المؤرخ في 17 ديسمبر 1985، وحتى هذا القرار على تدابير لزيادة الوعي بأهمية الإسهام في خدمة التطوعية، وبالتالي تحفيز المزيد من الناس في الأعمال الخيرية والأعمال التطوعية. كذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرار رقم 1752 في 20 نوفمبر 1997، وأعلنت سنة 2001 كالسنة الدولية للمتطوعين. تقررت السنة هذه لغرض تعزيز الاعتراف من المتطوعين وتسهيل عملهم في إنشاء شبكات من الاتصالات وتعزيز فوائد الخدمة التطوعية، وبالتالي أصبحت سنة 2001 هي سنة للمتطوعين. في حقيقة الأمر هذه السنة الأمم المتحدة اتخذت رمز القلب الأزرق، وذلك كشعار أساسي لاحتفال باليوم الوطني للتطوع. وكان في هذه الاحتفالية التي أجريت اليوم، وهو تصريح للأمين العام للأمم المتحدة، والذي يشيد بجهود جميع المتطوعين لا سيما في الكوفيد 19. كذلك الأمين العام للأمم المتحدة تقدم بكافة تحية لهؤلاء المتطوعين. كذلك الأمم المتحدة من خلال هذا الأمر استطاعت الأمم المتحدة في قرارات أخرى، مثلا قرار رقم صادر في 18 ديسمبر 2008، الذي يوافق، إذا أعيد التاريخ، في 18 ديسمبر 2008 صدر قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي في ديسمبر 2011، والذي يوافق اليوم الدولي للمتطوعين أجل التنمية، وهو في موعد قريب من ذلك اليوم، بتكريس جلستين عامتين من جلسات الدورة 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار رقم 57/106 المؤرخ في 22 نوفمبر 2002 بإعطاء ما يسمى ببرنامج المتطوعي الأمم المتحدة لضمان. واستطاع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غروتي أن أناشد، صرح على تويتر بالعبارة: أنا أناشد جميع الحكومات في هذا اليوم الدولي للمتطوعين أن تشجع العمل التطوعي وتدعم جهود المتطوعين وتعترف بمساهماتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. إن المتطوعون يستحقون منا أخلص آيات الشكر. حقيقة نتقدم بالشكر الكبير لكافة المتطوعين الذين يبذلون جهدهم وأفكارهم ووقتهم وجميع أمورهم. نشكرهم شكرا كثيرا في هذا اليوم العالمي للمتطوعين.
هذا ما جاء على لسان الأمين العام للأمم المتحدة. الآن ما معنى لو نقوم مباشرة بتعريف التطوع؟ التطوع هو ذلك الجهد الفردي أو المال أو الوقت أو الجهد البدني الذي يبذله الفرد عن طريق جمعية أو منظمات غير حكومية أو فرادى بدون أي مقابل، ويكون دائما الجهد التطوعي إلى جانب المجهودات الرسمية للدولة، فهنالك توازن ما بين التطوع وهنالك توازن ما بين المجهودات الرسمية للدولة. وأهمية التطوع فيها مجموعة من أهميات، فالتطوع هو أحد أهم ركائز المجتمع المدني، فالمجتمع المدني مبني على التطوع. المجتمع المدني مبني على العمل بدون أي مقابل. المجتمع المدني من أهدافه الأساسية وهو أنه لا يهدف إلى تحقيق أرباح. المجتمع المدني مبني على ركيزة أساسية وهي التطوع ولا يهدف إلى تحقيق أو الوصول إلى السلطة. المجتمع المدني كذلك من أهدافه أو من خصائصه ومن ركائزه أنه يعمل لخدمة الصالح العام، وبالتالي نصل إلى عمل واحد ألا وهو أن يكون هنالك توازن ما بين أو أن يكون هنالك تكامل عفوا ما بين النشاط الحكومي الرسمي وما بين ما يسمى بالعمل التطوعي. ما هي فائدة العمل التطوعي كذلك؟ فائدة العمل التطوعي ونحن اليوم في اليوم العالمي للتطوع، فائدة العمل التطوعي هي مشاركة واسعة للفرد في تحقيق التنمية، يعني ننتقل من حالة الفرد السلبي إلى حالة الفرد الإيجابي، فالمشاركة التي تكون من قبل الفرد يكون نتيجتها وأساسها وهي المساهمة في التنمية، فيشعر الفرد على أنه حقيقة جزء من المجتمع، يشعر الفرد على أنه يقوم بممارسة أعمال، هذه الأعمال التي يمارسها من شأنها أن تفيد المجتمع. كذلك يجعل التطوع فيه فائدة أخرى ومهمة، التطوع هو يجعل من الفرد فاعل إيجابي داخل مجتمعه، كذلك التطوع يساهم في ماذا؟ في الرغبة عند العمل، فنقوم بتكوين هذا الفرد داخل المجتمع في رغبته على العمل، ثم كذلك على أن التطوع يعمل على ماذا؟ على تنمية الإنسان والمهارات والذهن والفكر، وكذلك في خاصية أخرى ممتازة بالنسبة للتطوع وهو أن ذلك الفرد يقوم بالإحاطة بالمجتمع، فلا يصبح فردا منعزلا ولا يصبح فردا بدون فعالية داخل المجتمع، فمن خلال العمل التطوعي يستطيع أن يحيط بالمجتمع، وكذلك من خلال العمل التطوعي يستطيع أن تكون لديه معلومات حول المجتمع، فمثلا الشخص الذي يساهم في مناطق الدرب بتوزيع المساعدات الغذائية أو بتقديم العلاج أو بتقديم النصيحة أو بتقديم المعلومات لهذه المناطق ومساعدتهم، فهو يطلع حقيقة على جزء من المجتمع الذي يعاني، ويكون بذلك المجتمع أو المساهم في العمل التطوعي اطلع على جزء من المجتمع وما يعانيه. كذلك التطوع يساهم في تكوين المدنية، فيصبح الفرد لديه السلوك داخل المدينة سلوك إيجابي، فهنالك كثير من الإحصائيات في الدول الأوروبية مثلا تشير إلى أن هنالك حوالي 70% أو 60% من المجتمع الأوروبي يساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال التطوعية، وهذا يؤدي كذلك إلى تطوير المدينة. كذلك في نقطة مهمة بالنسبة للتطوع، التطوع يساهم في ماذا؟ التطوع يساهم في عملية ما يسمى بتغيير أداة من أدوات التغيير داخل المجتمع، فتتغير السلوكات، تتغير الذهنيات، تتغير العقليات، يتغير النمط حتى النمط السلوكي والحضاري داخل، فتصبح التطوع ما يسمى على أنه أداة للتغيير. لو نقوم بتصنيف المجتمع، الآن الإشكالية التي لدينا الآن وهو أننا نقوم بتصنيف أو نقوم بتقسيم بعض المجتمع، ماذا يوجد فيه وكيف ينظر إلى التطوع. فهنالك اللامبالون، اللامبالون هم الأشخاص السلبيين الذين لا يريدون ممارسة العمل التطوعي. كذلك هنالك المتفرجون،
المتفرجون وهم الأشخاص الذين ينظرون إلى العمل التطوعي ولكنهم لا يساهمون لا بوقتهم ولا بمالهم ولا بأفكارهم. وتأتي الطبقة أو ما يتم بالصنف الثالث حسب علماء الاجتماع إلى المنازلون، وهم الذين يساهمون بشكل مباشر وشكل آلي في هذه العملية المتعلقة بالتطوع، وهم أظن هم الفئة حسب الإحصائيات. إذن قلنا سابقا نقطة مهمة أساسية على أن المجتمع المدني يرتكز على نقطة أساسية وهي التطوع. فلاحظنا التطوع الكبير الذي قام به المجتمع المدني خاصة في مجال الكوفيد، فنحصر بعض الأعمال المتعلقة بمثلا بالحملات التحسيسية، بالتوعية، بالمساهمة في التنظيم حتى على مستوى مراكز البريد، كذلك الأعمال التحسيسية بالذهاب إلى مناطق الضل وتوزيع المواد الغذائية. فلاحظنا وكذلك مساعدة بعض ما يسمى ببعض الفئات الهشة الضعيفة داخل المجتمع والتي من المرضى، فكان لفضل جمعية القصور الكلوي الأفاق بأنها قامت بإبرام عدة اتفاقيات من شأنها أن تساهم في تخفيف العناء والضغط وكذلك حتى من الناحية الاقتصادية على هؤلاء المرضى. فهذا يعتبر كعملا تطوعيا، يعتبر عملا إيجابيا، يعتبر عملا في تنمية المجتمع وكذلك في رفع معنويات المريض. الآن نتكلم عن المجتمع المدني باعتبار أن العمل التطوعي هو نقطة أساسية في المجتمع المدني. فالمجتمع المدني في الجزائر مر بعدة مراحل، مر في مرحلة الاستعمار، ثم مرحلة الاستقلال، ثم مرحلة التسعينات، وثم مرحلة ما يسمى إلى غاية 2016، ثم مرحلة التي نتكلم عنها هي مرحلة ما بعد 2016. ففي حقيقة الأمر في الاستعمار كان يمنع على الجزائر تأسيس جمعيات على الجزائريين، وفي وقت الاستعمار صدر قانون في سنة 1901 يسمح بتأسيس الجمعيات عند فرنسا. فتأسست أول جمعية وهي على حسب كتب التاريخ وعلماء الاستعمار هي جمعية الراشدية سنة 1902، ثم تلتها بعد ذلك جمعية حلقة الصالح الباي بقسنطينة سنة 1907 تأسست في عهد استعماري، وتأسست بعد ذلك جاءت موجات من الجمعيات كجمعية علماء المسلمين وتأسيس أحزاب سياسية، لأن القانون الفرنسي هذا كان يدخل في السياسة الاستعمارية الاستثمارية التي كانت متوجهة في الجزائر، التي كان ينتهجها ويطبقها المستعمر محاولة لإدماج الشعب الجزائري الذي رفض هذا الإدماج. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى مرحلة استقلال سنة 1964. في هذه المرحلة كان يمنع أي نشاط سياسي أو جمعوي، وكان هناك تقييد كبير للعمل الجمعوي، فكان لحصول الجمعية على الاعتماد أن تتحصل على الاعتماد من وزارة الداخلية زائد من الهيئات المحلية بالنسبة للولاية. ثم جاءت المرحلة الثانية وهي تسمى بمرحلة التفتح، فصدر قانون 1587 في هذه المرحلة، وتشير الإحصائيات في سنة 1988 حسب جريدة المجاهد إلى وجود 30,000 جمعية سنة 1990. إذن حسب جريدة المجاهد يوجد 30,000 جمعية سنة 1988. أعيد الرقم، سنة 1988 حسب جريدة الجمهورية أو عفوا حسب جريدة المجاهد يوجد 30,000 جمعية. في سنة 1990 حسب الباحث الأستاذ نبيل مصطفاوي توجد حوالي 30,000، توجد حوالي أكثر من 150,000 جمعية. أما نلاحظ في الجزائر في مرحلة 20 سنة الأخيرة، نتحدث عن مرحلة 20 سنة الأخيرة، فقد صرح وزير الداخلية آنذاك لوكالة الأنباء الجزائرية عن وجود 91,608 جمعية، من بينها 4,588 جمعية، وهذا الرقم مسجل سنة 2010. وأضاف وزير الداخلية آنذاك أن سنة 2010 تسجل حوالي 4,588 جمعية، ليصل العدد الإجمالي للجمعيات حسب وزير الداخلية آنذاك إلى 91,608 جمعية، وهذا منقول عن وكالة الأنباء الجزائرية. أما في 20 سنة الأخيرة أو مؤخرا
لو نتكلم عن 20 سنة الأخيرة، كان في حقيقة عمل تطوعي، كان فيه رصيد للمجتمع المدني، كان فيه كذلك حركية كبيرة، إلا أن المجتمع المدني بقي ضعيفا في تلك الفترة، ومثلا عدم التداول على رئاسة الجمعيات، عدم تطوير نظام العمل الجمعيات، وكذلك عدم الوصول إلى المجتمع حقيقة الأمر، فكان فيه نوع من الخلل في المجتمع المدني في خلال 20 سنة. أما في خلال هذه 20 سنة فنلاحظ ما كشف بتاريخ 22/6/2020 للإذاعة الوطنية، فكشف المدير العام المكلف بمتابعة وترقية الحركة الجمعوية بوزارة الداخلية السيد جلال الحمام عن شروع وزارة الداخلية في عملية غربلة وانتقاء الجمعيات عبر الوطن. وأضاف المدير العام جلالي الحمام الذي لا زال ضيفا على برنامج الإذاعة على وجود 1600 جمعية وطنية أو 16000 جمعية وطنية ما بين ولايات. وأضاف في حديثه على أن معظم الجمعيات مسجلة فقط على الورق ولا تمارس أي نشاط ميداني، يعني أغلبية الجمعيات المتواجدة حسب تصريح المدير العام لوزارة الداخلية لا تمارس عملها كمجتمع مدني ولا تساهم كذلك في التطوع وليست لها أي أثر داخل المجتمع. وأضاف كذلك بأنه يوجد حوالي 33000 جمعية على المستوى البلدي وأكثر من 59000 جمعية، ولكن معظم هذه الجمعيات غير فاعلة. حقيقة ما نشاهده على أرض الواقع، أن الكثير زيادة على هذه الأرقام، نلاحظ النقطة الأولى أن الجمعيات المحلية أو الكوميتي كارتي أو البلديات أو القرى أو غير ذلك هي الأكثر في هذا التعداد مقارنة بالجمعيات الولائية ومقارنة بالجمعيات الوطنية أو التنسيقيات الجهوية. الجمعيات المحلية أغلبها لا تمارس النشاط الجمعوي والنشاط التضامني. ثانيا على أن التركيز متواجد على مستوى الأحياء وهذه الجمعيات، وهذه تحتاج إلى دراسة. وشرعت وزارة الداخلية مؤخرا في ما يسمى بهذا الأمر. الشيء الأساسي الذي يمكننا أن نتكلم عليه أن العمل التطوعي الآن يتطور عن طريق وسيلة من وسائل معينة، وهي عن طريق صفحات فيسبوك أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. فنتحدث عن ممارسة العمل التطوعي عن طريق ما يسمى بجهاز أو عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي أو الفضاء الأزرق. فما هي الإيجابيات المتواجدة؟ أولا استعمال الفيسبوك هو أكثر انتشارا للمعلومة. ثانيا عن طريق الفيسبوك تستطيع أن تستعمل الصورة، كذلك عن طريق الفيسبوك تستطيع أن تكون هنالك مشاركات كما تلاحظون اليوم. كذلك عن طريق الفيسبوك يوجد فيه انفتاح، فالشخص الذي يسكن في قرية يستطيع أن يأخذ أي نموذج من أي دولة أو من أي قرية سواء على مستوى ولايتي أو غير ذلك. كذلك في تكوين مجموعات داخل الفيسبوك، نستطيع أن نكون بلدي جروب مجموعات التي نستطيع أن نتبادل فيها الأفكار، نستطيع أن نجتمع فيها، نستطيع أن نتلقي فيها. كذلك فيه ملفات شخصية في الفيسبوك، فأنت تريد أن تبحث عن شخص مثلا متخصص في البيئة فتدخل إلى الفيسبوك وتتفحص ملفه الشخصي، فتجد أنه مهتم بالبيئة أو مهتم بحقوق الإنسان أو مهتم مثلا بأطفال الشلل الدماغي أو غير ذلك، فتبقى في التواصل معه. كذلك من مزايا الفيسبوك يوجد فيه العالمية، يعني كما يقال أصبح العالم قرية صغيرة الآن. كذلك فيه شيء مهم في الفيسبوك وهو التفاعل. هذا التفاعل داخل المجتمع من شأنه أن يخرج لنا، أن ينتج لنا ديناميكية قوية، من شأنه أن يعطي الفرد قوة. كذلك في التنوع، فيجد الفرد نفسه متنوعا تنوعا كثيرا. كذلك من بين العمل التطوعي سهولة الاستخدام، فالفيسبوك أي شخص يستطيع أن يستخدمه. وهنا من بين السلبيات وهو ما يسمى بالتدفق المتواجد على الإنترنت، فنجده ضعيفا نوعا ما في الجزائر، لابد من تحسين هذه النوعية. كذلك من فوائد الفيسبوك في العمل التطوعي وهو قلة التكلفة، ليس مكلفا. فأنت تضع مثلا شخص محتاج إلى كرسي آلي، تضع إعلان على مستوى الفيسبوك فسوف يكون تفاعل. استعملت أولا الوسيلة التكنولوجية وبدون مقابل باستثناء التكاليف المتعلقة بدفع الإنترنت. كذلك يوجد فيه تفاعل ويوجد فيه مشاركة وأوصلت رأيك. كذلك نقول إلى قلة التكلفة.
الآن ما هي فوائد هذا العمل التطوعي، أو بعبارة عامة عندما نمارس أو نستعمل ما يسمى بالفيسبوك؟ في هذه الحالة لدينا أولا رأي عام، فأنت تؤثر على الرأي العام وهذا شيء كبير. ثانيا تساهم في التغيير. ثالثا تعمل على التعبئة. ورابعا تستطيع أن تتحصل على التمويل. فلا بد على الحركات الجمعوية اليوم ثلاث نقاط أساسية: استعمال التكنولوجيا من لا سيما الفيسبوك الذي يعتبر أكثر استعمال مع وجود تطبيقات جديدة فيه. ثانيا المتعلقة في التخصص في العمل، تخصص الجمعيات في العمل، فيجب على الجمعية أن تهتم مثلا بالبيئة، الجمعية تهتم بإعانة المرضى، الجمعية تهتم بالشلل الدماغي، الجمعية تهتم مثلا بالنادي العلمي، هنا التخصص. والنقطة الثالثة وهو على شكل جمعيات أو تجمعات أو مجموعات، وهذا ما يسمى بالشبكات الجمعيات أو ما يسمى بتنسيقية الجمعيات. فهذا الثلاثي سيسمح لنا بتطوير ما يسمى بالعمل الجمعوي، وكذلك يكون فيه تخصص ويكون فيه احترافية. الآن في آخر المداخلة، ماذا يمكننا أن نقول على العمل التطوعي؟ حقيقة الأمر نقول أن جمعيات المجتمع المدني من الستينات إلى حد الآن فيه نوعا ما من التطور، سواء أولا من حيث نتكلم بلغة الأرقام من حيث العدد، كذلك من حيث لغة القوانين، فكان فيه تقييد في السابق، ثم فيه انفتاح، ثم فيه توسع إلى غير ذلك من هذه الأمور. أول شيء نلاحظ عليه يعني استطاع المجتمع المدني أن يشكل رصيدا في العمل التطوعي برضه. ثم بعد ذلك نأتي إلى ما أصبح اليوم يسمى إلى انفتاح أمام المجتمع المدني في إطار ما يسمى بمشروع الجمهورية الجديدة أو مشروع الجزائر الجديدة. فهنالك تسهيلات كبيرة للمجتمع المدني، فكان هنالك شكاوى تقريبا من الممارسات البيروقراطية على مستوى الإدارة، سواء الإدارة المركزية أو الإدارة المحلية. وممارسات البيروقراطية ترجع لسببين: بسبب النظام السابق لمدة 20 سنة، والسبب الثاني وهو نقص التكوين لدى بعض الموظفين سواء على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي في دراسة ملفات اعتماد الجمعيات. ففي بعض الأحيان يكون نقص التكوين القانوني وحتى نقص التكوين العمل الإداري قد يؤدي إلى وجود عرقلة في إعطاء التعبئة. لكن بعد الإجراءات الأخيرة التي أصدرتها وزارة الداخلية، كثير من الجمعيات استطاعت أن تتحصل على اعتماداتها، كانت في حقيقة الأمر في إطار ما يسمى التعسف، أو في إطار عدم فهم النصوص القانونية، أو في إطار العرقلة البيروقراطية أو غير ذلك من هذه الأمور. هذه كانت نتيجة ممارسات النظام السابق. الآن دخلنا في مرحلة جديدة، مرحلة إعطاء أكثر دور وفعالية للمجتمع المدني، وهو هذا الشيء اللي جاء به مشروع الدستور في 2020 لما أصبح المجتمع المدني فيه مرصد الوطن للمجتمع المدني، فيه قواعد دستورية تسمح بإنشاء مجتمع مدني، فيه تعليمات من داخل من الحكومة الأولى أو من رئيس الجمهورية لكي يعتبر المجتمع المدني فعلا شريكا. فيه كذلك نقطة أساسية، أولا لابد من تطوير القواعد القانونية للمجتمع المدني. وأنا أقترح نقطة مهمة وهي أن يكون هناك قانون خاص بالمتطوعين. نعطيكم مثال: المرسوم الذي يتحدث عن الكوفيد 2019، الكوفيد 19 الذي أصدره الوزير الأول، أعطى للمجتمع المدني عملية تنظيمية وأعطاه دورا إيجابيا. فيه لابد من الحوار، وهذا هو الشيء الأساسي، ما بين السلطات الرسمية وما بين المجتمع المدني أو ما يسمى بالشريك الاجتماعي. لابد من فتح قنوات اتصال، وهذا الشيء لماذا؟ لأن فتح قنوات اتصال من شأنها أن تقوم بفض الكثير من المنازعات، وأن تقوم بحل الكثير من المنازعات ربما تكون بسبب سوء تفاهم أو تبادل الرؤى. كذلك من بين الاقتراحات وهو تقديم الدعم، لابد على الدولة أن تمارس بتقديمه وتواصل في تقديم الدعم. أولا الدعم المادي، ثانيا الدعم المعنوي، وثالثا الدعم التوجيهي. فيقع على عاتق الدولة مثلا توفير مكاتب للجمعيات، ولماذا لا؟ كذلك إعطاء قطع أراضي للجمعيات من أجل بناء مشاريع خيرية ومشاريع استثمارية، كمثلا كبناء أشخاص متكفل بهم لا سيما في مجال الأطفال. كذلك نقطة مهمة أساسية وهي المتعلقة بتكوين الجمعيات، لابد أن يكون هنالك تكوين في الجمعيات. أنا سبق وأن ذكر في ثلاث نقاط: النقطة الأولى هو التخصص، استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، والعمل ضمن ما يسمى بالشبكات أو التنسيقيات الجمعيات. ففي هذا الأمر نجد ما يسمى
بتطور واحترافية واستقلالية المجتمع المدني. وبالتالي أصحاب العلم السياسي يقولون مجتمع مدني يعني دولة قوية. النقطة الأساسية، لابد من نشر ثقافة التطوع، لابد من نشر ثقافة المجتمع المدني، فلابد على كل شخص أن يكون أن يمارس عمله، والأفضل من ذلك لابد على شخص أن يكون مهيكلا ضمن إطار المجتمع المدني. فأنا أعتقد على حسب الدراسات أنه منذ الستينات إلى حد الآن في تطور في التشريع، في القوانين، كان فيه تقيد، كان فيه بعض النصوص غير غامضة، ولكن نحن بحاجة ماسة ننتظر إلى صدور نصوص قانونية أخرى. هذه النصوص القانونية أخرى من شأنها أن تساهم في تطور المجتمع المدني، من شأنها أن تساهم في تطور الدولة، من شأنها أن تقضي على الفقر في المجتمع المدني، والعمل التطوعي يساهم في القضاء على الفقر ويساهم كذلك في تنمية المجتمع. كلها نقاط، كلها عوامل من شأنها اليوم تحدثنا عليها بهذا، وإن كنا أطلنا نوعا ما. ففي الأخير نتقدم بالشكر للجمعية على هذه المبادرة، وإن كان في خلل تقني. ربما كانت هذه أول تجربة. ثانيا ننتقل إلى نقطة أساسية، أن نتقدم بالشكر الجزيل أولا لكل المتطوعين على المستوى الوطني أو حتى خارج الوطن على المجهودات التي يبذلونها، فهم يساهمون بأفكارهم ووقتهم وجهدهم، وكذلك فيه تحسن على مستوى الإدارة على استقبال هؤلاء الجمعيات، وكذلك في إعادة النظر فيهم، وكذلك التسهيلات المقدمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.